حقوق الزوجة. ما هي حقوق الزوجة؟ يعني الحق الذي يظهر في اللائحة الأولى المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، لولا المعاشرة بالمعروف يعني ما يسبها ما يشتمها ولا يضربها بغير حق، ما يصير. أما السب والشتم ما يجوز، يسب ويشتم على كيف للأسف. زين هذه بالآخرة كيان إيماني ماثل أمامك، مثل ما أنت ما تقبل واحد يهينك، ما تقبل واحد يشتم، ليش تشتم هذه المرأة؟ صحيح زوجتك لكن مو ملكك، هذه مو آلة، لا هذه روح، هذه قلب، هذه عقل، هذه وجدان. سب وشتم من يدخل لأن يطلع، عسى ما تقصر في شيء مثلا بنظره. زين إذن المعاشرة بالمعروف، يعاشرها معاملة رجل لامرأة، معاملة مؤمن لمؤمنة محتاجة إليه وهو محتاج إليها، معاشرة بالمعروف. بعد حق النفقة، شنو النفقة؟ النفقة يعني أن يهيئ لها ما يسد جوعها، يعني تعبير آخر في المأكل، في المشرب، في الملبس، في المسكن، في الاحتياجات، احتياجات الحياة اليومية يجب عليه أن يوفرها لزوجته، وجوب شرعي، حق واجب شرعا أن يوفر الزوج لزوجته هذه الأمور بشكل. إذا كان الرجل مثلا عنده سعة بعد وكذا جيد يوسع على عياله، فمسألة النفقة واجبة. لكن أريد ألفت إلى هالمسألة، ربما بعض الناس يتصور أن الحكم هذا له حق، يعني الحكم وجوب النفقة يتصور حكم تكليفي محض فقط، يعني تكليفي يعني وإيش الحكم التكليفي؟ إذا سويته حصلت الخير، ما سواه الإنسان يصير عاصي، تركه معصية بس. أما هذا حق النفقة مو حق تكليفي بس، حق تكليفي وحق شرعي، حكم عفوا حكم وضعي. كيف وضعي؟ هذا بعض الرجال ما يحب نطرح القضية، قلت تهيج لنا بعد دول الجماعة، يلا ساكتين الله يرحم والديك. الحق هذا في عنق الزوج إذا لم يؤدي النفقة الواجبة فهي باقية في عنقه إذا ما إلى أن يموت، وإذا مات يجب على الورثة إخراجها من أصل التركة. تفضل. حقها حق تمليك لأن ملكها، تملكها هي. إذا واحد ما أنفق على زوجته في الأوقات التي يجب عليه الإنفاق فيها، الله يعينه، هذا الحق يتعلق في رقبته، يجب عليه أداء الحق إليها. زين إن شاء الله ما يطالبوننا يعني، الله يعين. فعليه سوي جرد وحسبه. لا احنا نريد الأسرة تبنى مو على حقوق،